ليه بتعملوا كل اللي انتوا بتعملوه ده؟ نفسي افهم. اتحاد كره القدم يجب ان يكون هناك يعني المهندس هاني ابو ريده ده يا جماعه بالمناسبه واحد من اهم الناس اللي بتدير كره القدم في العالم كله، مش في مصر بس، في العالم كله. وانا اثق في قدره المهندس هاني ابو ريده على ان هو يخرج من هذا الموضوع بشكل او باخر. لكن في نفس الوقت الناس اللي بتطلع تتكلم عن نيابه عن اتحاد كره القدم ما ينفعش تبقى تتكلم معلومه خاطئه. انت بتقول للناس ايه اللي بيحصل، بتضحك على الناس، بتضحكوا على الناس، انت بتضحك على الناس. تطلع تقول لهم ان اجتماع تنسيقي وهو اجتماع رسمي يا جماعه، والله عيب الكلام ده، الكلام ده عيب. واجهوا المشكله، اتحاد كره القدم الان في مشكله يجب ان يتم مواجهتها. زي ما قلت لكم كان المفروض في اجتماع بكره، اتلغى الاجتماع علشان القعده اللي حصلت ما بين المهندس هاني ابو ريده واللواء ثروت سويلم والكابتن احمد مجاهد. قالوا له يعني ما منهاش لازمه ان احنا نطلع نقول اي، لان مش عندناش حاجه نعرف نقولها، لان الكلام اللي قاله النادي الاهلي كله كلام مظبوط. اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي وما صدر منها قرارات هي قرارات مظبوطه 100%. الناس دايما لما بتيجي تفسر زي ما قلت لكم قبل كده بتفسر سكوت النادي الاهلي ان هو ضعف، انه ليس ضعفا ولكنه سكوت وانتظار للوقت اللي يراه النادي الاهلي مناسبا لان هو ياخد القرارات المناسبه للنادي، وهو ده اللي حصل.